يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هي أفضل الوسائل للرد على الصوفية؟ رد عليهم كثير، الصوفية شبهاتهم في ردود كثيرة قديمة ومعاصرة، على طالب العلم أنه يرجع إليها. من ذلك ما كتبه الشيخ في علم السلوك وعلمه، هو موجود في المجموع علم السلوك والرد على الصوفية، كذلك الإمام ابن القيم في مدارج السالكين، فإنه تعرض لشبهاتهم بالرد. نعم.